للناس، فأنا نزلت اللينك بتاعي، يعني المفروض الناس تدخل دلوقتي. لا، ما كانش ظاهر عندي في الأول إن المحاضرة بدأت. مش هي المفروض الناس انرولد كلها في الجروب بتاعت المادة يعني ما هو ما هو تيمز ما دي اللي بيظهرش عاملاها، بس تيمز دي اللي عاملاها الكلية مش أنا اللي عاملها، فالمفروض إنها الطلبة كلها انرولد في المادة يكونوا موجودين على الجروب يعني. بس هو ما بيظهرش ان ال... يعني ما بيظهرش ان في ميتنج بدأ على الجروب ده. هو دي في كل المواد برضه بتحصل المشكلة دي. السؤال المفروض الناس تدخل دلوقتي. طيب الأول السلام عليكم، كل عام طيبين. بقى النهاردة ده آخر لقاء قبل في رمضان، التاني الجاي بقى إن شاء الله يبقى عيد، كل عام وأنتم طيبين. هو من حق الجدول بتاع الفاينل نزل ولا لسه؟ نزل يا دكتور، امتحان امتى او امتحاناتها هتبدأ امتى عموما؟ لان هو ما جاليش. هتبدأ يوم 2/6. 2/6 الامتحانات والانترنا، يوم 6/6. تاني امتحان يعني تقريبا. تاني امتحان البيريود بتاعته الساعة كام؟ من مش مكتوب، بس هو باقي الامتحانات من 10 لـ 12، لأن لسه الجدول النهائي، يعني ده جدول بداية كده، بس لسه جدول الجدول درافت. في الغالب يعني ده. ما بضاعش كتير. وعندنا شهر 5 هو الافيلابل يعني، او 3 اسابيع في شهر 5 تقريبا، مش كده؟ تمام. دي. يعني هو الاسبوع الاولاني اجازة العيد، هتبقى يعني هيبقى في اسبوعين ولا 3 في 5 اللي موجودين. المهم خير، كل عام طيبين، إن شاء الله يكون عيد سعيد عليكم يعني. وهنبتدي النهاردة الموضوع بتاعنا اللي هو البرود باند أنتنس. إحنا الجزء اللي فات كنا شغالين مينلي على الإيه، الدايبول، وشفنا الاناليسيس بتاع انفينيتيزمال والشورت والبراكتيكال لينث دايبول، تمام. فالدايبول انتنا ده بيسمى ريزونانت انتنا، زي ما شفنا ان المفروض ان عندي الكرنت، المفروض يبقى عندي ساينسويدال كرنت ديستريبيوشن، فالكرنت بيبقى عند الايه، طرفي الانتنا المفروض الكرنت بزيرو، وعلى حسب طول الانتنة يبقى شكل الايه، الكرنت عند الفيد بكام. يعني لو عندنا انتنة طوله لندا على 2، هنشوف ان الايه، ان الفيد هيبقى ماكسيمم كرنت. و لو الانتنة طوله لندا هيبقى الفيد بيساوي زيرو كرنت يعني، وبالتالي يبقى عندي الكرنت فيد اكوردنج للينس بتاع الايه، الانتنه هتبقى قيمته كام، وده بيديني فاريشن للايه، للانبوت امبيدنس بتاعت الانتنه انها بتتحرك في رينج ايه واسع. استطيع ان انا اديزاين التول بتاع الانتنه بحيث ان اتحكم في الانبوت امبيدنس عشان يحصل لي ماتشنج ما بين السيستم وما بين الانتنه بتاعي. المهم ان النوع ده من الانتنه زي ما بقول ايه، هو ايه، ريزونانت انتنه، الكرنت ديستريبيوشن عليه ستاندنج ويف. وطالما هو ريزونانت انتنه وعندي ستاندنج ويف كرنت، فالباند ويدث بتاعي هيبقى ايه، هيبقى صغير. فالايه، الدايبول انتنه ده نارو باند ويدث انتنه. طيب يبقى احنا كثير من الابلكيشن بنحتاج ان احنا يبقى عندنا باند ويدث كبير، عايزين نشوف ايه البرود باند انتنه. فهنشوف يعني ايه برود باند انتنه. مبدئيا على
علشان يبقى عندي برود باند يبقى لازم اتخلص من الريزونانس او الستاندنج ويف الكرنت ديستريبيوشن. تمام، فأحد الطرق اللي هي ممكن تتيح لي ان الباند ويدث بتاعي يبقى كبير هي ان الانتنه بتاعي يبقى ايه ترافلنج ويف انتنه. وهنشوف على الكلام دوت تطبيقات على الهيليكس او الهيليكال انتنه. تمام، لما بنتكلم على الباند ويدث احنا عارفين الباند ويدث طبعا ايه كويس، وده بارامتر مهم عندنا جدا في كل فروع الكوميونيكيشن. انا في اما اتكلم عن باند ويدث مش برسم الفريكوانسي ريسبونس بتاع الايه الديفايس او السيستم اللي انا بختبره. ف زي ما احنا شايفين هنا قدامنا انا راسم الايه الفي اس دبليو ار اجينست الايه الفريكوانسي، فده ايه الفريكوانسي ريسبونس بتاع الايه الفي اس دبليو ار بتاعه الايه الانتنه او الاكزامبل اللي انا بتكلم عليه. فعلشان يبقى عندي acceptable bandwidth فالانتنة بيبقى عندي ايه ان ال VSWR تكون اقل من 2 او الجاما ماجنتيود يكون اقل من ناقص 10 ديسيبل. تمام، ف لما هنا ايه رسم ال VSWR against frequency فالمفروض ان يبقى عندي ايه ال VSWR اقل من 2 فيبقى عندي هنا ايه ده حدود الايه الباند الاوبريتنج باند ويدث بتاعي. تمام، من النقطه دي تقريبا للايه النقطه دي فهيبقى هنا تقريبا من ايه من 6.7 جيجا. تمام، هنا ايه تقريبا 7.95 جيجا، فيبقى ده الايه الاوبريتنج باند ويدث. الباند ويدث زي ما احنا عارفين هو كنا بنعرفه لما بنتكلم عن الباور بيبقى 3 دي بي باند ويدث اللي هو هاف باور باند ويدث. هنا للانتنة احنا بن ايه بناخد الـ VSWR اقل من 2 او ان الجاما امبليتيود اقل من نيجاتيف 10 دي بي. تمام، وبناء عليه بقى هنعرف ايه الباند ويدث. يبقى الباند ويدث بتاع هنا من هنا لهنا التردد اللي هو الايه السواير ده بنسميه اللور فريكوانسي اف ال. تمام، وده بنسميه الهاير فريكوانسي اف هاي، والايه الوسط او الايه السنتر بنسميه ايه السنتر فريكوانسي الايه الاف سي. تمام، ويبقى من هنا لهنا ده الايه الباند ويدث بتاعي. تمام، ف دي الايه البارامترز اللي مخصوصه بالايه بتعريف الايه الفريكوانسي ريسبونس كيرف. تمام، ايه الحاجات اللي انا بعرف. طيب، فالباند ويدث ممكن نعرف له الباند ويدث برسنتج، باند ويدث برسنتج، الباند ويدث برسنتج نسبه مئويه هي بتبقى الباند ويدث مقسوم على ايه على السنتر فريكوانسي مضروب في 100 اللي هو نفسه بيبقى ايه 2 اف ابر ناقص اف لور على اف ابر زائد اف لور في 100. تمام، فده بنسميه البرسنتج باندويتس. وممكن نعرف ما يسمى بالريشيو باندويتس اللي هي الريشيو ما بين الابر واللور فريكوانسي اف ابر على اف ايه لور. في الغالب احنا للبرود باند بنشتغل على الايه على الريشيو باند ويدث. تمام، بنعرف البي ار اللي هي الاف ار على الاف لور. وبالنسبه للنارو باند بنستخدم تعريف الايه الباند ويدث برسنتج. تمام، ولكن ممكن نستخدم الاثنين بس يعني الاشهر في الاستخدام في النارو باند بنستخدم البرسنتج باند ويدث، وفي البرود باند انتنا بنستخدم الايه الريشيو باندويتس. من الاثنين دولت نقدر نعرف ايه ان الريشيو باندويتس بتساوي 200 بلس البرسنتج باندويتس
باندويتس على 200 ناقص البرسنتج باندويتس، او نقدر نقول ان ايه البرسنتج باندويتس بتساوي 2 في بي ار ماينس 1 على بي ار زائد 1 في الايه في المية. تمام. احنا علشان زي ما قلنا نبتدي نعرف نتكلم على برود باند انتنا لازم يكون الريشيو باندويتس اكبر من 2. هنا بنشوف الفريكوانسي ريسبونس ل تو اكزامبلز. تمام. هنا رسمين الجين اجينست الفريكوانسي. تمام. هنا عندي الباندويتس بتاعي كام؟ هنا 600 ميجا، والسنتر فريكوانسي عندي كام؟ 10 جيجا هرتز. تمام. هنا لما اشوف البرسنتج باندويتس الاقي كام؟ 6%، فبالتالي ده نارو باند انتن. هنا برضو ده اكزامبل تاني، هنا الباندويتس هو نفسه 600 ميجا، ولكن عندي السنتر فريكوانسي حوالي 500 ميجا هرتز. تمام. فعندي لو شفنا الابر تقريبا عند 800، واللور هنا عند كام؟ عند تقريبا 200. فهنا الريشيو كام؟ 4. تمام. يبقى الريشيو باندويتس كام؟ 4. فيبقى ده عندي ده يبقى برود باند انتن. تمام. فزي ما احنا شايفين كمان ان احنا مش شرط ان الباندويتس لما يكون متساوي يبقى عندي حاجه اسمها نارو باند او برود باند، لا، ده ريلاتيف للسنتر فريكوانسي او الباند اللي انا شغال فيها يعني. تمام. هنا بالنسبه لي 600 ميجا بتعتبر برود باند انتنا، لكن هنا 600 ميجا بتعتبر نارو باند انتنا. زي ما قلنا عشان يبقى عندي برود باند انتنا فلازم بتكلم على ريشيو اكتر من 2. هنا برضو حبه اكزامبلز فريكوانسي ريسبونس لبعض الانتنا. النوع ده هنا تمام، ده نارو باند، عندي ده ريزونانت انتنا. تمام. هنا تمام لما اشوف هنا هلاقي عشان يبقى عندي باندويتس. تمام. هنا رسمين الاس 11 اللي هي ريفليكشن كوفيشنت، فيكون اقل من نيجاتيف 10 يعني تقريبا من هنا لهنا، فعندي تقريبا من من 1.7 ل 2.8 جيجا هرتز. تمام. فعندي تقريبا الباندويث في حدود 1 جيجا هرتز. تمام. فعندي ده هيبقى تقريبا الابر على اللور اكتر من 2، فده بيبقى برود باند او وايد باند انتنا. هنا لما اجي عندي اشوف هنا برضو الاس 11 اجينست فريكوانسي عشان اشوف 10 دي بي. تمام. ابص الاقي ادي باند هنا في الحته دي شغاله، هنا برضو باند هنا شغاله، ده هنا باند شغاله، ده هنا باند شغاله، ده هنا باند شغاله، فده بسميه مالتي باند انتنا. الاكزامبل الاخير هنا لما اشوف ادي نيجاتيف 10 هنا، فعندي من اول تقريبا 2.7 لحد الاخر لحد 11. تمام. كل ده الاس 11 تحت النيجاتيف 10 ديسيبل، فده كله باندويتس كبير عندي، فده بسميه الترا وايد باند انتن. الفرق بين عندي هنا الازرق والاحمر ان الازرق هو سيميوليشن والاحمر ده الميجر. هنا برضو نفس السوليد هو عندي كان في فري سبيس، والدوتد هنا ده كان في في بلاستيك هاوسينج للانتن.
فزي ما قلنا احنا عايزين ان الايه الباندويث بتاعي الريشيو تكون اكبر من 2 عشان نبتدي نتكلم على برود باند انتن. طيب ايه بقى الحاجات اللي احنا افيلابل ان احنا نعملها او نغيرها في الانتنة عشان نحصل على برود باند انتن؟ احنا زي ما قلنا في البداية احد الحاجات ان احنا نتخلص من الايه من الريزونانس او الستاند ويف كارنت ديستريبيوشن عن طريق ان يبقى في عند ترافلينج ويف انتنة، وده ممكن نحققه عن طريق حاجتين. احنا نغير الستراكشر بتاع الانتنة ونعمل ماتشنج نتورك للانتنة، او نجمع انتنة كذا انتنة مع بعض stacking or grouping number of antennas فيما يسمى بالاراي زي ما خدنا في في المحاضرة او المحاضرات السابقة. شفنا الارايز، تمام؟ فدي الطرق المختلفة اللي احنا هنستخدمها علشان نحقق الشرط بتاع البرود باند انتن. طبعا الريزونانت انتنة ممكن يبقى نعمل له ريبريزنتيشن بان هو open ended transmission line، فيبقى عندي standing wave على transmission line، فلما هفتحه هيديني انتنة. current distribution بتاعي هيبقى بالشكل دوت sinusoidal current distribution، تمام؟ طيب انا لو عملت ترمينيشن بماتشد لود للترانسميشن لاين، فمش هيبقى عندي في ستاندنج ويف. طبعا عارفين احنا الستاندنج ويف تيجي من من ريفليكشن. الستاندنج ويف انا عندي انستنت ويف، تمام، تيجي عند عند التيرمينال او ترمينيشن تلاقي اوبن سيركت، فبت بتريفليكت، فالانترفيرنس ما بين الانستنت والريفليكتد يديني هنا الستاندنج ويف باترن. فانا لو عملت ترمينيشن بماتشد لود، تمام، هيبقى عندي في فقط الانسيدنت ويف، كل الانسيدنت باور على اللود وود بي ابزوربد، تمام، مفيش ريفليكشن، وبالتالي هيبقى عندي الكرنت او الويف هنا هي ترافلنج ويف طيب، فيبقى عندي الكرنت ديستريبيوشن بتاعي هو عباره عن بروجيتنج او ترافلنج ويف، تمام، الكرنت از ا فانكشن اوف زي ماجنيتيود بتاعه اي ام اي تو ذا نيجاتيف جي بيتا زي، تمام. ده لو انا عندي ترمينيتد ماتشد لود، تمام. احنا يبقى عندنا لو عملنا ترمينيشن ماتشد لود هحقق ترافلنج ويف كونديشن، وبالتالي ده هيخرجني بره الريزونانس، وبالتالي هيديني باند ويدث كبير، تمام. عندي انواع مختلفه من اللي هي ترافلنج ويف انتنه، في اللونج واير الفي انتنه والرومبيك انتنه والهيليكس او الهيليكال انتنه، دي اكزامبلز على الترافلنج ويف انتنه. هنشوف ان شاء الله ازاي عمل، تمام. اول حاجه هنتعامل معها هو اللونج واير انتنه. طيب اللونج واير انتنة مبدئيا اللينس بتاعه لازم يكون اكبر من او سايق لاندا، يا لاندا يا مضاعفات اللاندا، يعني على الاقل يكون طوله لاندا، تمام. فلو عندي هنا انتنة طوله ال، وجيت هنا عملت له ترمينيشن بماتشد لود ار ال، تمام، فهيبقى عندي كرنت ديستريبيوشن هنا بتاعي هيبقى ترافلنج ويف، تمام، زي ما شفنا
في الاناليسز بتاع الدايبول نقدر نجيب الالكتريك فيلد في الفار زون. ده مبدئيا الكرنت ديستريبيوشن عندي هو ايه، هيبقى ترافلنج ويف اي نوت في اي تو نيجاتيف جي بيتا زي، ده الكرنت ديستريبيوشن. واقدر اجيب الاي سيتا الدي اي سيتا في الايه في الفار زون، زي ما ايه عارفين ايه العلاقه بتاعتها قبل كده تمام. وعندي في الايه في الفار زون اخد الابروكسيميشن احنا متعودين عليه ان السيتا هتبقى متساويه والار هتبقى متساويه بالنسبه للامبليتيود، وباخد فرق بس في الايه في الايه الفيز تمام. ان عندي ايه ان الار هتبقى ار ناقص زي كوساين ايه سيتا. لو عملنا ايه الاناليسز هبص الاقي الايه الاي او سيتا هتطلع فانكشن في الكلام دوت، واقدر اجيب الايه تراجعت الاي سيتا الاتش واي هي الاي سيتا اوفر سيتا تمام. طيب لما اجي ارسم ايه الكلام دوت تمام، اقدر ارسم البتر تمام، واقدر اجيب الايه ال W average او W rad تمام. بعمل الايه التكامل، واقدر طبعا احسب الايه radiation resistance تمام. ف لما اجي ارسم الايه الباتر بتاع النوع ده من الانتنة اللي هو اللونج واير انتنة، هبص الاقي ايه ان هي الايه في عندي ايه ميجور لوب بتكون عند ايه سيتا ماكسيمم تمام، وبيبقى عندي ايه باكورد لوب تمام، وبيبقى عندي في مجموعه من الايه من الماينور لوبس تمام. واحنا عارفين احنا شفنا لما كنا بنكبر اللينس بتاع الايه الدايبول، يعني بالنسبه للايه للدايبول اللي هو الرينس بتاعه اقل من او equals lambda، كان بيبقى عندي الباترن بتاعي ايه اللي هو الايه الفيجر 8. لما يبتدي اللينس بتاعي يكبر عن الايه عن اللامدا، الاقي ان في ماينور لوبس تبتدي ايه تظهر عندي، الدايركتيفيتي بتاعت الانتنه بتزيد بس على حساب ظهور ايه ماينور لوبس تمام. فهنا لما ايه بالنسبه للايه للنوع ده من الانتنه اللي هو الترافلنج ويف انتنه، ابص على ايه تمام في اتجاه الايه الفورورد ويف الانسيدنت، في عند الميجر لوب بتتكون عند سيتا ايكوال ايه سيتا ام تمام، وبيبقى عندي في مجموعه من الايه من الماينور لوبس، وبيبقى عندي ايه باك وورد او باك لوب تمام. دي طبعا الايه الراديتد باور دنسيتي دبليو افرج او دبليو راد، نقدر نحسبها من الايه من الاي سيتا تمام. وهنا علشان نشوف ايه نجيب الايه نرسم الباترن زي ما شفنا في الايه في الاريز، ان احنا نشوف النقط بتاع النالز والنقط بتاعه الايه الماكسيمم، دي تديني الايه شكل الايه الباتر اقدر ايه ارسمه بتحديد نقط الماكسيمم ونقط الايه الزيروز تمام. فهنا عندي الايه الباترن هنا هو فانكشن في الايه في السيتا تمام. هنا ايه كوتانجنت سكوير سيتا على 2 مضروبه في ايه ساين سكوير اي ال على 2 مضروبه في كوساين سيتا ماينس 1 تمام. فعندي ايه التو تيرمز دولت ديبندنت على الايه على السيتا، فتغيير السيتا هيديني ايه الايه الايه شكل الايه الباتر بتاع تمام. فعشان نبسط الحدوته شويه احنا عندنا هنا ايه قلنا لونج انتنا، فالال ايه كبيره كومبيرد مع الايه مع اللاندا. انا عندي الترم ده اللي هو كي ال على 2 عندي كي 2 باي على لاندا، فالترم ده يبقى ال على لاندا مضروب في باي ال على لاندا
مضروبه في الايه في الباي. فهي ايه الترم ده هو يتناسب مع الايه ال اوفر لاندا. فلو ال كبيره او لونج باير فال ال اكبر من الايه من لاندا هتبقى ايه الفاكتور ده هيبقى ايه كبير. تمام. يعني لو خدنا ال فور اكزامبل 5 لاندا تمام فالترم ده هيبقى 5 ايه باي. تمام. فهيبقى هنا ايه الفاكتور ده هيبقى ايه كبير. وبالتالي الايه لما قارن الايه الايفكت بتاع الكوتانجنت سكوير مع الساين سكوير هلاقي ان الترم ده هو اللي ايه التاثير بتاعه ايه هو المؤثر. تمام. وبالتالي ممكن ابروكسيميشن اخد الايه ان هو ده اللي هيديني ايه التغيير بتاع شكل الايه الباتر. وبالتالي الماكسيمم بتاع الايه الباتر هيبقى عند الماكسيمم بتاع الايه الساين سكوير تير. تمام. فهناخد لما ايه الساين سكوير تير هيبقى بواحد. تمام. هيديني ده الايه الماكسيمم وممكن نحسب منها الايه السيتا ماكسيمم بتحصل فين. فاجيب الايه الماكسيمم بوينتس. تمام. هتبقى عندي هي ايه جيبين بالشكل ده وام بتبقى من 0 1 2 3 لما تمام. فجبت الايه الماكسيمم. تمام. المين لوب هتبقى عند ايه طبعا عند ام ايكوالز ايه 0. تمام. ف هيبقى عندي ام ايكوال 0 هتديني ايه المين او الماكسيمم لوب. تمام. وبعد كده هتديني ايه ماينور لوبس. لما ارسم الايه الباتر هيطلع بالايه بالشكل ده. هي عندي ايه ماكسيمم عند ايه عند سيتا ام. تمام. والايه الماينور لوبس بتحصل بعد كده. تمام. ف ده لو جيت بص بقى ايه غيرت الايه اللينس بتاع الانتنه. كل ما اغير الايه اللينس بتاع الانتنه هلاقي ايه هلاقي الايه السيتا كل ما هنا زي ما شفنا ادي السيتا بتاعت الماكسيمم. تمام. لو خدنا الام 0 هيديني هنا ايه تمام 1 بلس ماينس لاندا على ايه على 2 ال. تمام. فكل ما الايه ال بتكبر كل الكلام ده ما يقرب من ايه من الزيرو وبالتالي الايه السيتا ماكس هتقرب من الايه من الزيرو. فبالتالي لو الايه الانتنه بتاعي كبير كومبيرد بالايه باللاندا اكتر من 5 لاندا هلاقي ايه الميجور بتاعي ده هينطبق هنا على الايه على المحور الايه الافقي على الهوريزونتال اكسس. تمام. ويبقى عندي الباترن بتاعي ده برود سايد ايه باترن. تمام. نفس الحكايه ممكن اشوف الايه النقط بتاعه الايه النالز اخد الايه الايه الساين سكوير تيرم ايكوالز ايه 0 اطلع منها ان الايه النقط بتاعه الزيروز هي ايه جيفن بالايه بالشكل ده. تمام. يبقى هنا ايه شفنا ان هو عندي ايه اللونج واير انتنا لما يبقى عندي ترمينيشن ب ماتشد لود هيبقى عندي الايه الكرنت بتاعي ترافلنج ويف. فالايه الباترن بتاعي هيبقى ان جنرال بالايه بالشكل ده. تمام. بيديني ايه ميجور راديشن في اتجاه سيتا ام. تمام. وكل ما الانتنه بيكبر كل ما سيتا ام دي ايه بتصغر. تمام. بحيث لو ايه ال ال كبيره قوي كومبيرد بال ايه الويف لينث هلاقي ان الايه الميجور لوب طبقت على الايه على الهوريزونتال اكسس وبالتالي ادتني برود سايد باتر.
تمام. آه هنا ايه ده الـ ايه الـ التلخيص بتاع الايه الاناليسيس بتاع الايه اللونج واير انتنا. تمام. فده عندي ايه السيتا ماكسيمم ايه الايه السيتا ماكسيمم. تمام. ايه الراديشن ريزيستنس؟ طبعا الراديشن ريزيستنس زي ما احنا عارفين بنجيبها من ايه، بنجيب الايه البي راد، بنكمل الايه الدافيو راد على السيرفيس بتاعي، وبنساوي الايه البي راد بنقص اي نوت سكوير ار. تمام. اللي يطلع مني الار راديشن ام بي راد على ايه على الماجنتيود بتاع الاي نوت سكوير، هتطلع بالايه بالقيمة ديت. وكمان عندنا ايه الدايركتيفيتي ماكسيمم دايركتيفيتي دي نقطة 4 باي لو ماكس على بي راد، هتطلع بالايه بالشكل ده. بالمناسبة مش مطلوب منكم الايه المعادلات ديت. تمام. ف اي حاجة هتحتاجوها تبقى جيفن في الجزء دوت. تمام. احنا بس ايه بنشوف الايه شكل المعادلات علشان نبقى نعرف نتعامل ايه في الحسابات ازاي. تمام. ايه الراديشن او اللود ريزيستنس بتاعتي المفروض بتطلع بالقيمه ديت اللي هي بتديني رينج من 200 ل 300 اوم، ودي بتبقى فانكشن في الايه في اتش اللي هو الارتفاع بتاع الايه الواير هنا ايه الاتش. تمام. زي ما احنا شايفين الاليفيشن بتاع الايه الواير اباف جراوند دي الايه الاتش، ودي اللي هي الايه الديامتر بتاعه الايه الواير انتنا. ف زي ما احنا شايفين الايه ال ار ال بتبقى 138 لوج 10 ل 4 اتش اوفر اي. دي اتش زي ما قلنا الايه الاليفيشن بتاع الواير اباف جراوند، ودي اللي هو الدايمتر بتاع الورق الواير. ف براكتيكالي بتديني ريزيستنس في الرينج من 200 ل 300 اوم. فاحنا ايه شفنا دلوقتي الايه الباتر بتاع الايه الترافلنج ويف واير انتنا اللي هي ايه في الايه اللينس بتاعه كبير. إيه احنا لو فوق لو قارنا بينه وبين الايه الريزونانت او الستاندنج ويف انتنا، فهلاقي ايه ان الايه الشكل كان بتاعي تقريبا ايه متساوي، بس هناك كان عندي ايه كان عندي الراديشن والبوث سايدز الفورورد والايه والباكورد. ده الايه شكل ايه الباتر الفرق بين التو انتنا اللي هي ايه الستاندنج ويف انتنا. تمام. وترافلنج ويف انتنا ده الايه الشكل ايه بتاع الاثنين. تمام. فعندي في ترافلنج ويف يبقى عندي في الايه في الايه في forward direction فقط radiation، في standing wave antenna في عندي radiation في الايه في two direction، ودي ممكن تفسيرها ان عندي standing wave في two traveling wave، واحده في اتجاه الفورورد وواحده في اتجاه الايه الباكورد. فالاثنين بيدوني ايه الباتر اللي هو في اتجاههم. تمام. فالباتر بتاع standing wave double ايه سايدد علشان عندي في تو ويفز في الاتجاهين، لكن بالنسبه ترافلنج ويف هو وان سايدد علشان في عندي ويف واحده ترافلنج في اتجاه الايه البوزيتيف. هنا نفس الايه الباترن برسمينه مع ايه مع تو ديفرنت لينس، عندي ال 5 لاندا اللي هو السوليد وال الدوتد
اللينس بتاعي 10 لندا، فزي ما احنا شايفين تمام ده الايه السوليد اللي هو ايه 5 لندا، والدوتد ده اللي هو 10 لندا. هبص الاقي ايه ان انا لما اللينس بيزيد تمام نمره واحد الميجور او المين اتحرك في اتجاه الايه الزيرو ديجري، الدايركتيفيتي زادت والباتر اتحرك الميجور بتاعه ناحيه الايه الزيرو، والعدد بتاع الايه الماينور لوبس ابتدى ايه يزيد تمام، زاد عدد الايه الماينور لوبس تمام. دلوقتي ايه احنا شفنا الايه اللونج واير انتنا تمام، ف اللونج واير انتنا ده بيديني ايه زي ما قلنا ترافلنج ويف تايب، وبالتالي بيديني ايه الراديشن في اتجاه الايه الفورورد ويز انجل بتميل بمقدار ايه سيتا مع الايه الهوريزونتال تمام. فده اللي بحصل عليه من الايه من الايه اللونج واير انتنا. اللونج واير انتنا ان عندي ايه عيوبه الدايركتيفيتي بتاعته بتبقى منخفضه شويه تمام، وعندي بيبقى فيه سايد لوب كبيره تمام، في هاي سايد لوب ليفل كمان الايه المين بيم بتاعه بيبقى انكلايند مايل شويه تمام. فاحنا ممكن نحسن الايه الموضوع دوت بان احنا نستخدم ايه الري من الايه من اللونج واير انتنا. ابسط انواع الانتنا ده ما يسمى بالايه او ابسط انواع الري اللي ممكن تتكون من الواير انتنا من اللونج واير انتنا هي ما يسمى بالفي انتنا. ده كده ايه بستخدم تو واير تمام، واحد كده واحد كده وادي الفيد بتاعي تمام. فانا عندي هنا ايه اتنين واير مفتوحين على شكل الايه الفي في اتجاه دوت تمام، دي في شيب تمام، فعشان كده بيسمى في انتنا تمام. طبعا ايه احنا شفنا ان ايه ان شكل الايه البيم بتاعي تمام الراديشن بتاعي زي ما احنا شايفين هو بالايه بالشكل دوت، في عند الميجور في اتجاه سيتا ماكسيمم هنا وفي اتجاه ناقص سيتا ماكسيمم تمام. فعندي الانتنة الواير اللي فوق مثلا له الميجور لوبس 1 و 2، الانتنة اللي تحت له الميجور لوبس 3 و 4 بالاديشن بتاع الباترن. ببساطة كده الباترن دوت هيتحلل ايه واحد في اتجاه الايه الافقي، واحد في اتجاه الايه الرأسي تمام اللي هو 2، 3 برضه هيبقى واحد في اتجاه الافقي واحد في اتجاه الرأسي تمام. الاتجاه الافقي هتلاقيهم ايه بيقعد على بعض اللي هو جاي من 2 و3، والايه اللي هو في الاتجاه الايه الرأسي هلاقيهم ان هم ايه ضد بعض تمام، فبي ايه بيلاشوا بعض، وبالتالي هيبقى عندي الاثنين وثلاثة التجميع بتاعتهم هتبقى في الايه في الاتجاه الايه الهوريزونتال. لو شفنا واحد واربعة هلاقي نفس الحدوتة تمام، برضو واحد له كومبوننت في الاتجاه ده وكومبوننت في الاتجاه الفيرتيكال، واربعة له كومبوننت في الاتجاه ده وكومبوننت في الاتجاه الفيرتيكال، الاثنين اللي هما الهوريزونتال بيأد مع الهوريزونتال اللي جاي من 2 و3، والكومبوننت اللي في اتجاه الفيرتال من 1 و4 بعرضوا بعض، فبالتالي هيلاقي الراديشن في الاتجاه العمودي، وهتبقى عندي الايه الراديشن بتاعتي في الاتجاه الايه الافقي. فزي ما شفنا هنا لما استخدمنا الفي تايب او الاثنين واير array long wire array عملنا ايه تمام، ده كان شكل الايه الباترن بتاع السنجل واير، لكن لما خدنا ايه التو واير بقى الايه الباترن بتاع بشكل ده. فانا ها
حسنت الدايركتيفيتي في الاتجاه الايه الهوريزونتال، واصبح عندي الايه الباترن بتاعي برود سايد صريح، تمام، ان عندي الماكسيمم راديشن في عندي سيتا ام ايكوال 0، تمام. لو الانتنا ايدنتيكال بالظبط هلاقي ايه ان هيحصل كانسليشن تقريبا للايه للماينور لوبس، لكن طبعا علشان خاطر براكتيكالي مش هيبقوا مستحيل يبقوا ايه زي بعض، هيبقى في عندي شويه ايه سايد لوبس، تمام، ولكن هيبقى الافكت بتاعها صغير، لكن عندي ايه الايه الاتجاه الايه الميجور بتاعي بقى هو في الاتجاه الايه البرود سايد، تمام. بقى عندي الايه الايه الانتنا بتاعي، تمام، اداني هنا ايه ميزه ان ايه الاول ان بقت الدايركتيفيتي اعلى، السايد لوبس بقت ايه اقل، زائد ان عندي الايه اتجاه الماكسيمم بقى في اتجاه الايه الزيرو انجل. طبعا ايه ده اللي شفناه لو عندي ايه كان عندي يوني دايركشنال واير، فهيبقى عندي شكل الايه الباتر بالشكل ده النهائي المحصل. لو عندي ايه باي دايركشنال يعني كان راديشن في الاتجاه الفورورد واتجاه الباكورد كما كانت الحاله في الايه الستاندنج ويف او ريزونانت انتنا، تمام، هيبقى عندي ايه الايه الشكل كده برضو، تمام، هيبقى عندي ايه ميجور لوبس في اتجاه الفورورد وواحده في اتجاه الايه الباكورد، تمام، ولكن هيبقى عندي ايه الايه السايد لوبس بتاعتي بقت ايه اقل بكتير، وده بيحسن لي الايه الدايركتيفيتي. فالدايركتيفيتي هنا لو حسبناها للرينج بتاع ال من ال لاندا من نص لثلاثة، فاقدر احسبها من الايه من الايه من المعادله دي ان الدي نوت تساوي 2.94 في ال اوفر لاندا بلس 1.15. فاحنا هنا هنشوف لو بصينا مثلا عند ال لاندا بنص دي تقريبا 3، ف 3 في نص يعني ايه 1.5، 1.5 بلس 1.15 يعني تقريبا عندي ايه 2.15 ده اللي هي اقل حاجه. ولو خدت الايه ال اوفر لاندا 3 بيبقى عندي هنا ايه 3 في 3 9 بلس 1 15 بقينا 10، يعني يبقى عندي ايه الايه الرينج بتاعي من 2 اكتر شويه من 2 لحد ايه 10، دي مقدار الايه الدايركتيفيتي لما استخدم المعادله دي للرينج هي ال اوفر واي محصوره بالنص وايه و3، تمام. بالنسبه زي ما قلنا هنا ايه ان الايه ان كمان ان البي شيب، تمام، اداني على طول ايه الايه الباترن بتاعي برود سايد دايركشن، تمام، وبالتالي ده ميزه في الايه استخدام ايه الوي شيب. طبعا ايه احنا هنا ايه لو عندي الواير بتاعي كبير ولونج يعني الا اكتر بكتير من 5 لندا، فاحنا ساعتها هيبقى عندي ايه مش هبقى محتاج ترمينيشن. ليه؟ لان لو ال اكبر من كتير من 5 لندا هيبقى عندي دايما ايه في ليكج اكروس الواير، وبالتالي هيبقى ما فيش في الاخر عندي ايه ريفليكشن، وبالتالي يبقى عندي almost الايه ال اسمه ايه دوت ال current هو ايه traveling wave، لان هيبقى ما فيش reflected ايه wave، فبالتالي ده
يخليني ما استخدمش ايه ترمينيشن ماتش لود. ده بالنسبه للطول الكبير. تمام. الشرط علشان زي ما بنقول يحصل الايه الكلام دوت، لازم هنا ايه ان الايه السيتا نوت اللي هي الانجل بتاعه الايه الفي شيب، تمام، لازم السيتا نوت تكون بتساوي ايه الايه السيتا ماكسيمم بتاعه الايه اللي هو السنجل انتن. تمام. لو الاثنين بيساوي بعض زي ما بقول هيديني ايه اللي هو ايه المين دايركشن بتاعي ايه برود سايد. فلو عندي هنا ايه 2 سيتا نوت بتساوي 2 سيتا ام، تمام، فالاثنين هيقاد بالظبط في الايه في الهوريزونتال دايركشن. طيب لو الاثنين سيتا نوت اكبر من 2 سيتا ام، فهلاقي ايه المين لوب هتتقسم لايه الاثنين، تمام. ولو السيتا نوت 2 سيتا نوت اقل من 2 سيتا ام، تمام، فهلاقي ايه ان اللوب بتاعتي هتبقى ايه هتبقى مايله في اتجاه الايه الايه الراس شويه، تمام، هتبقى انكلايند في اتجاه الايه الراس شويه، تمام. وساعات دي بتبقى مرغوب فيها انها هتبقى تلتد ابورد علشان خاطر ايه لو ايه يبقى ايه بتبعت لايه لمسافات ايه بعيده علشان خاطر تبقى بعيد عن الايه الابستراكشنز اللي هي ايه في السكه، تمام. المهم ايه بالنسبه للفي تايب انتنا، فبنلاقي ان الايه الاوبتيمم اوبريشن، تمام، هي بتبقى ايه تقريبا عند سيتا نوت ايكوال 0.8 سيتا ام، ودي بلاقي ان عندي الايه الدايركتيفيتي بتاعتي بتبقى ضعف بحاله في حاله الايه السنجل اليمنت او اللي هو الايه اللونج واير لوحده، تمام. البي هتديني ضعف الدايركتيف، تمام. الشكل الواير ممكن ياخد ايه الشكل دوت، يعني يبقى عندي هنا ايه مونوبول، تمام، هنا ايه الايه مونوبول واير، تمام، عامل لي ايه انجل مع الايه مع الجراوند، وممكن يبقى ايه عباره عن بنت بالشكل ده، فعندي ايه جزء فيرتيكال اتش 1 وجزء ايه هوريزونتال اتش 2 اليفيتد اوفر جراوند. وفي الحالتين اقدر استفيد من الايه من الايه من الايمج زي ما حاله الايه المونو بول، تمام. فسواء في الحاله ديت او في ايه الحاله ديت، تمام، اقدر ايه استخدم الايه النوع دوت من الايه من المونوبول از واير لونج واير انتنا الفي شيب بتاعي يبقى بالشكل ده، تمام. هنا طبعا ايه بتحكم في اللينس والايه والسيتا، هنا بتحكم في الايه في الاتش 1 وايه والاتش 2 علشان ايه اقدر ايه احدد الكاركترستكس بتاع. ف هنا ايه الفي انتنا بيشكل من ايه من المونوبول بتاعي الايمج، تمام. هنا بالتحكم في الايه في الانجل بتاعتي، تمام، لو الايه الاثنين سيتا نوت، تمام، اكبر من 120، فبلاقي ان عندي ايه فيرتيكال بولاريزيشن، ولو 2 سيتا نوت او يعني سيتا نوت اقل من 60، تمام، 2 سيتا نوت اقل من 120 او سيتا نوت اقل من 60، ده هيديني هنا ايه هوريزونتال بولاريزيشن. ليه؟ لان طبعا لو انا عندي الانجل اكتر من 60 هلاقي المونوبول قرب من ان هو بقى ايه بقى فيرتيكال مونوبول، ومن هنا تقريبا لما الانجل اقل من 60 قرب ان هو ايه يبقى هوريزونتال مونوبول، تمام. بالنسبه
للبنت واير، فانا بتحكم زي ما قلنا في الاتش 1 والاتش 2 تمام. فلو عندي ايه الاتش 1 اقل من بوينت 1 لاندا هلاقي تقريبا هو بقى هوريزونتال زي الهوريزونتال مونوبول تمام. وتمام ولو عندي ال H1 اكبر من بوينت 1 لاندا تمام، فعندي بقى ايه بقى تقريبا عامل زي الايه الفيرتيكال دايبول. ايه ال V تمام، ممكن نستخدم 2V antennas ونركبهم بالشكل اللي قدامنا دوت، ده بسميه الايه الرومبيك antenna تمام. يبقى عندي هنا ادي V وادي ايه V ركبتهم ببعض تمام. فالمحصلة يبقى عندي كأن يبقى عندي ايه four element wire array arranged بالشكل دوت، فهيديني الايه الماكسيمم راديشن في الاتجاه الايه الهوريزونتال، و ده ايه رومبيك انتنا. وهنا ممكن نستخدمه ايه على الايه بالايمج تمام. يبقى ايه يبقى عندي ايه نصه فقط هو اللي موجود فوق الايه جراوند ايه بالشكل ده، ويبقى ايه الايمج بتاعه بيكمل ايه بالشكل ده تمام. وطبعا ايه احنا هنا عندنا الايه التحكم طبعا هنا هيبقى عندي بالايه بالسيتا تمام، واللينس بتاع الايه الواير تمام، ده هنا في حالة الرومبك العادي، وهنا عندي في حالة الايه grounded rhombic antenna تمام. هيبقى عندي كمان سيتا واللينس، وفي نفس الوقت كمان الاليفيشن ايه فوق الايه الجراوند تمام. هنا الايه الامبيدنس عندي هلاقي ان الترمينيشن بتاعتي المفروض تبقى في حدود من ايه من 600 ل 800 اوم تقريبا علشان خاطر تديني الكونديشن بتاع الايه الترافلنج تمام. الاناليسز بتاع الايه النوع ده اللي هو اباف جراوند رومبيك انتنا تمام. زي ما قلنا ايه احنا هيزيد عندنا كمان الايه الاليفيشن هي الايه الاتش من الايه ارتفاع الاتش من الايه من الانتنا، فهلاقي ايه الايه الديزاين ايكويشنز بتاعته جيفن بالشكل ده تمام. هنا عندي ايه الاتش والارتفاع تمام، والسيتا نوت هي دي الانجل اللي بيحصل عندها الايه الماكسيمم، يعني لو الماكسيمم عندي عند الزيرو يبقى دي هتبقى ايه زيرو. تمام وهنا ايه تمام بيبقى ايه المفروض باخد الايه مش عند الزيرو بالظبط علشان خاطر ايه تمام بيبقى ايه افضل ان هو يعني بروباجيت لمسافات ايه اطول لو في اوبستكلز في السكه تمام. فدي الانجل اللي بيحصل عندها الايه الماكسيمم ريديشن تمام، اقدر اشوف الايه الريديشن تمام، والطول بتاع الايه الانتنا اقدر اجيبه من ايه من ال على لاندا، والايه السيتا نوت بتاعتي احسبها من هنا تمام. ف ده طبعا زي ما قلنا المعادلات احنا مش محتاجين ان احنا ايه نحفظها بتاع دوت، وال بي جيفن فور يو علشان خاطر تستخدمها في الايه في الحسابات تمام. لحد دلوقتي كده احنا ايه خلصنا اللي هو الواير انتنا لونج واير انتنا والايه
الاشكال المختلفه اللي ممكن تعمل منه اللي هي الفي والرومبيك انتن. في لحد دلوقتي عند اي حد سؤال؟ تمام يا دكتور. في من انواع البرود باند انتنا الهيليكال او الهيليكس انتنا. تمام، الهيليكس او الهيليك انتنا ده زي ما احنا شايفينه كده بيبقى عباره عن واير زي الكويل كده. تمام، شكله عامل زي الكويل. تمام، مكون من من عدد من التيرنز. تمام، وفي بينهم سبيسنج زي ما احنا شايفين بالايه بالشكل ده. تمام، وده بيديني بتاع دوت كاركترستيك كويسه اوفر وايد باندويث. تمام، زي ما قلنا الهيليكس او الهيليكال انتنا عباره عن كويل بالشكل ده، لو بنعرف له حبه بارامترز. تمام، البارامتر الاولاني الديامتر. تمام، والسبيسنج ما بين التو تيرنز اللي بنسميها اس او البيتش. تمام، النمبر اوف تيرنز. تمام، التوتال لينث بتاع الانتنة، والتوتال لينث بتاع الانتنة بيساوي السبيسنج مضروبة في النمبر اوف تيرنز. تمام، نيجي بعد كده في عندنا الطول بتاع التيرن الواحدة. تمام، دي بقى نقدر نشوفها من المثلث دوت. فالمثلث ده بناخد الضلع دوت، هو عباره عن السيركمفرنس بتاعي اللي هو يبقى باي في دي، والضلع الثاني ده بيبقى عباره عن السبيسنج. تمام، يبقى ده اللي نوت ده هو طول الطول بتاع الواير في اللفه، طول الواير في اللفه الواحده التيرن الواحده ال نوت هتبقى هي السكوير روت بتاع سي سكوير بلس اس سكوير. الانجل اللي هي ديت اللي هي بنسميها البيتش انجل. تمام، بتساوي تان ماينس 1 الاس على على السي. تمام، والتوتال لينث بتاع الواير. تمام، لو عرفنا لما نعرف ال نوت ضربنا نضرب في عدد التيرنز يديني التوتال لينث بتاع الواير. ده شكل الهيليكال او الهيليكس انتن. تمام، طبعا احنا لو الهيليكس انتنا زي ما احنا شايفين ممكن نبص له على انه هو مجموعه من اللوبس انتنا وواير انتن. اللي بيحدد لي شكله هي البيتش انجل اللي هي الالفا ديت. ف لو الالفا بتاعتي زيرو، تمام، يبقى عندي مفيش سبيسنج. تمام، يبقى هتبقى عندي هيبقى عندي دوت هيتحول للوب انتن. تمام، والالفا بتاعتي ب90. تمام، فهيبقى دوت عباره عن واير انتنا مفروض طول اللينس. تمام، زي ما احنا شايفين ان احنا ممكن هو بيتحرك ما بين على حسب البيتش انجل بيتحرك ما بين لوب انتنا او واير انتنا، وبالتالي انا اقدر احصر منه على سيركولار او لينير بولاريزيشن على حسب الالفا. تمام،
نفس الوقت ايه ده بيتحكم لي في الايه في الامبيدنس، تمام، يبقى بالايه بالالفا دي اللي هي البيتش انجل، تمام، اقدر اتحكم في الايه في الامبيدنس، واتحكم في نوع الايه البولايزيشن، تمام، سيركولار ولا لينير بولايزيشن، بالاضافه طبعا ايه الى بقيه البارامترز بتاعه الانتنه، تمام، اللي هي الايه اللينس والايه والدي بتاعه الانتنه. الهيليكس او الهيليكال انتنا لو تو مودز اوف اوبريشن، الاولانيه بنسميها النورمال مود والثانيه بنسميها الايه الاكسيال مود. النورمال مود لما الدايمنشنز بتاعتي بتكون صغيره قوي كومبيرد لاندا، يعني دي اقل قوي ايه من لاندا، تمام، ف دي اللي هي نورمال مود، ودي بتبقى عندي ايه الايه البولاريزيشن بتبقى سيركولار او لينير، تمام، ويبقى شكلها ايه بالشكل ده. هي ايه بيبقى ايه لما الدايمنشنز بتاعتي تكون صغيره قوي 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 من لاندا، فالايه الهيليكال او هيليكس انتنا بيقرب من ايه من الايه الواير انتنا، طيب، تمام. المود الثانيه اللي هي الاكسيال مود، تمام، دي لما دي بتبقى قريبه من لاندا فببص الاقي بلاقي ايه الايه شكل الباترن بتاعي بقى اند فاير، تمام، الماكسيمم بتاعي في اتجاه الايه الفيرتيكال واند فاير، وده بيدي لي سيركولار بولايزيشن، والباند ويدث بتاعي تقريبا ريشيو بيبقى 2، تمام. دي هي الايه المود المعتمده او الايه براكتيكال مود للايه الهيليكال انتنا، الايه المود ديت اللي هي نورمال مود دي ما ايه ما بتستخدمش، تمام، فالايه دي بس هي الايه المستخدمه او الايه او المعتمده براكتيكالي للهيليكال انتنا اللي هي الاكسيال مود او اند فاير، تمام، بتديني ايه باترن بتاعي في اتجاه الماكسيمم في اتجاه الفيرتيكال، تمام، والبولاريزيشن بتاعتي بتبقى ايه سيركولار بولاريزيشن. لما نشوف الايه الاناليسز بتاع الايه تو تايبس اوف ايه اوف مودز، لو ابتدينا المود الاولانيه اللي هي نورمال مود، قلنا نورمال مود دايمنشنز بتاعتي صغيره قوي كومبيرد بالايه باللاندا، تمام، ف لما الدايمنشن بتاعتي تكون صغيره كومبيرد باللاندا احنا ممكن نبص للايه للهيليكال او سوري للهيليكال انتن او الهيليكس على انه هو ايه مجموعه من الايه من الوايرز واللوب انتن، يبقى واير وايه ولوب انتن، واير وايه ولوب انتن، ف ده يبقى شكل الايه الايكويفالنت انتنا للايه للهيليكس ان هو اري من لوبس وواير انتنا شورت واير وسمول لوبس، تمام، فعندي ايه الواير انتنا احنا عارفين الراديشن بتاعه زي ما احنا عارفين هو ايه بالشكل دوت، تمام، هيبقى عندي ايه في اتجاه الايه السيتا، تمام، الراديشن بتاعي بالايه بالشكل ده، ولو خدت الايه اللوب هتطلع الايه الراديشن بتاعها ايه بالشكل ده. فزي ما احنا شايفين ان عندي ايه طبعا ايه التوتال باترن هيبقى سوبر بوزيشن بتاع الاثنين، انا عندي هيبقى ايه اي سيتا و اي فاي كومبوننت، عندي اثنين بنديكلر كومبوننت للالكتريك فيلد، لو لاحظنا هنلاقي دي مضروبه في ايه وجي دي مش مضروبه في جي، يبقى عندي هنا ايه الاثنين دولت في كوادريتشر في التايم، تمام، وبالتالي يبقى عندي التايب دوت هيبقى ايه الليبتيكال بولايزيشن، تمام، لو الماجنيتيود ده الماجنيتيود ده يساوي بعض يبقى هيديني ايه سيركلر ايه بولايزيشن، فأنا يبقى عندي ايه سيركولار ريشن، تمام، فبنشوف الاكسل ريشيو اللي هي الماجنيتود بتاع الاي سيتا اوفر اي فاي اللي هي بتطلع ايه
المقدار ده فور اس على باي كي دي سكوير، او لو شلنا كي وحطيناها ام باي اوفر لاندا تطلع لي 2 لاندا اس على باي دي سكوير. تمام، ده المفروض عند السيركلر بولاريزيشن المفروض المقدار ده يساوي 1. تمام، ودي هتديني ايه؟ ان السيركمفرنس بتاعي اللي هو باي دي هيبقى يساوي الروت سكوير بتاع 2 اس لاندا نوت. تمام، ده الايه الكونديشن بتاع الايه السيركلر بولاريزيشن. تمام، ايه عند السيركلر بولاريزيشن انا عندي العلاقه اللي بتربط الايه اللينس بالايه بال بالسيركمفرنس وال سبيسنج سي سكوير بلس سكوير بيساوي ال سكوير. فعندي عند الايه ال عند السيركولار بولاريزيشن ممكن ايه نجيب الايه المعادله ديت ونشيل الايه السي ونعوض عنها من هنا. تمام، ب 2 اس لاندا تحت روت سكوير. تمام، هيطلع لي ايه second order a differential equation. نقدر نجيب الـ a الـ spacing بتاعها الحل يطلع بالـ a بالشكل. تمام، فده الحل اللي هو بتاع الـ a النورمال مود. النورمال مود اديني ايه circular polarization لو حققت الـ a conditions اللي هي جاية من هنا، ان ايه ان الاسبيكت الاكسر ريشو بس واحد و الـ spacing حققت الـ a الشرط ده. وزي ما بقول الايه النورمال مود ديت ما هيش ايه براكتيكال، ما هيش ايه ليها استخدامات معتمده. تمام، لو شفنا راديشن ريزيستنس في الايه الحاله ديت هتديني ايه القيمه تقريبا 640 في اتش اوفر لاندا كل ايه سكوير. النوع الثاني من المود اللي احنا قلنا ايه اللي هي الاند فاير او الايه الاكسيال مود. تمام، دي المود اللي هي ايه معتمده براكتيكالي اللي بيشتغل عليها الهيليكس او الهيليكال انتنا. دي بيبقى عندي الايه الدايمنشن دايمتر بتاعي دي قريبه من الايه اللاندا. ف علشان الايه بحقق الايه الشرط دوت بيديني الايه الاكسيال او الاند فاير مود، هلاقي ان الايه ان سي اوفر لاندا نوت الاوبريتنج رينج بتاعها ما بين 3 ارباع و 4 على 3، ودي بتديني الـ spacing تقريبا لاندا نوت على 4، والبيتش انجل هتبقى ما بين 12 و 14 ديجري. تمام، علشان يبقى عندي اند فاير اوبتيمم فبلاقي الـ A الـ C اوبتيمم تقريبا 1.1 لاندا، والالفا اوبتيمم تديني 13 ديجري، والتايب اوف بولاريزيشن بتاعي هنا بيبقى ايه سيركولار بولاريزيشن. تمام، البارامترز ديت المفروض انكم تحفظوها، يعني الايه الايه خصائص بتاعه الايه الاند فاير او اكسيال مود هيليكس او هيليكال انتنا، ان الايه السي اوفر لاندا محصوره بين 3 ارباع و 4 على 3، والايه الانجل بتاعتي من 12 ل 14، وعندي الاوبتيمم سي هي 1.1 لاندا، والاوبتيمم الفا 13، والايه البولاريزيشن تايب بتاعك هنا ايه سيركلر. لما بنشوف الايه البارامترز الباقيه بتاعت المود ديت للهيليكال انتنا
ف radiation resistance هي تقريبا تساوي 140 في سي اوفر لاندا، والدايركتيفيتي 15 ان سي سكوير اس على لاندا نوت كيوبد. تمام. والهاف باور بيم ويتس 52 لاندا نوت 3 على 2 على السي في الجذر سكوير روت ان اس، والاكسل ريشيو بتاعتي بتطلع 2 ان بلس 1 على 2 ان. دول مش مطلوب انكم تحفظوهم. تمام. زي ما شفنا احنا المفروض الاوبتيمم سي اوفر لاندا 1.1. تمام. فيبقى عندي هتبقى تقريبا الراديشن ريزيستنس حوالي 150 اوم. ده بالنسبه للراديشن ريزيستنس بتاعتي عشان اعمل لها ماتش. طبعا الميزه في الهيليكال انتنا، تمام، او هيليكس انتنا زي ما احنا شايفين ان هو ممكن الفيد بتاعه بيبقى كواكسيال عادي، يعني هو ماتش مع كواكسيال فيد. لو عندي كواكسيال لاين على طول يقدر يفيد الهيليكس انتنا مباشره. تمام. والهيليكس انتنا ممكن بيتحسن الاداء بتاعه، او يعني يخلي الجين او الطول بتاعه يقل عن طريق ممكن ان انا احط في الداخل هنا يبقى في الرايت ماتيريال. تمام. الفريات ماتيريال دوت بينهانس العمل بتاع التوب او الهيليكال انتنا. تمام. بحيث ان الافكتيف لينس بتاعه ممكن يبقى اصغر شويه، لانه في الطرادات المنخفضه هلاقي اللينس المفروض يبقى طويل، فممكن تستخدم عن طريق ان انا احط فرايت ماتيريال في الكور بتاعه. تمام. على ورم فرايت ماتيريال. تمام. ده يديني افكتيف لينس بتاع الهيليكال انتنا اقصر من اللي انا استخدمه في اللي هو اير فيلد هيليكال انتنا. تمام. كده احنا خلصنا البرود باند انتنا. تمام. في حد عنده اي اسئله او استفسارات؟ تمام يا دكتور. تمام. كده تفضل لنا ان شاء الله موضوع اخير، هو المايكرو ستيب انتنا، وده ان شاء الله هنشوفه بعد العيد. فاحنا عندنا اتليست عندنا 2 ويكس بعد العيد ان شاء الله، فهنحاول نخلصها في مره واحده برضو. تمام. بحيث يبقى عندكم وقت ترتاحوا فيه قبل وتجهزوا قبل الامتحان الفاينل، وان شاء الله التوفيق، وكل عام وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم جميعا على المسلمين والمسيحيين. الفتره الجايه ديت اعياد الاثنين، فكل عام وانتم جميعا بخير. حد عنده اي سؤال او استفسار؟ ماشي. نشوفكم بعدين ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام.